مدرب الشرطة مؤمن سليمان في حديث لكورة ينفي وجود خلاف بينه وبين محمود المواس ويتحدث عن فوز الزوراء. طبعا فوز صعب، بس اقدر اقول ان يعني انا لسه قايل الكلام دوت. ال 45 دقيقة الأولانيين انا افتكر انها درس كبير جدا في الكورة. احنا عملنا تقريبا احسن ما انا اتخيل او احسن ما انا عايز. احنا عملنا فرص جوه 6 ياردة، كان كل تخوفي ان الفرص دي لما تضيع لازم تطرد. في الوقت اللي انا بقول للكابتن حسين انا قلقان جدا من الفرص اللي بتضيع، دخلت فينا جون بديفليكشن بكوره متشاطه تغير اتجاهها وتخش جون، وكان عندي قلق. لكن بين الشوطين انا قلت انا ما اتكلمناش فني كتير، كلمت ان احنا بس هنصدق ان احنا هنكسب. علاقه المواس مش بس كره، في مواس جاله كره اسهل من البنالتي. كان العلاقه بينك وبين المواس؟ ما فيش اي علاقه. اديك شفت لو في اي علاقه وحشه ما كانش لعب. الحمد لله مواس لعيب كبير ومهم جدا للفريق، طول ما هو في المستوى وطول ما هو بيشتغل بما يرضي الله احسن حاجه عنده. هو ليه مكانه مش للمواس بس، لكل لعيبه. لعيبتنا مصدقه ان اداؤه في التمرين واداؤه في الماتشات ومجهوده اللي بيعمله سواء معانا الكوره ومش مع الكوره هو ده اللي بيحجز له مكان في